في إطار دعم مصر للعراق الشقيق، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن، بمشاركة عدد من قادة دول الجوار وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية. وأكد الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح المؤتمر رفض مصر لأي تدخل أجنبي في شؤون العراق. تؤكد مصر على رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات، كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة. كما وجه الرئيس السيسي كلمة للشعب العراقي، شدد فيها على أنهم سيجدون دائما في مصر عونا لهم. لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلادكم، وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير، وستجدون في مصر دائما عونا لكم وسندا لتطلعاتكم وخياراتكم، ليبقى العراق دائما إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي. من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الهدف من المؤتمر دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره وتطوير آليات التعاون معه. يمثل اجتماعنا فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي، وإعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أمله في أن يفضي مؤتمر بغداد إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في مزيد من الدعم لبلاده. نجتمع اليوم في عمان، والأمل يحدونا بالمضي نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلف المجالات وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق وإرساء قواعد الاستقرار والرخاء والتنمية في المنطقة. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده بالوفاء بوعودها لدعم العراق وتعزيز استقراره ورخائه. إنما نبقى أوفياء للوعد الذي قدمناه السنة الماضية في بغداد، أن نجتمع مرة أخرى لنجدد التزامنا لمصلحة العراق وأمنه واستقراره واحترام سيادته ورخاء شعبه. يأتي انعقاد المؤتمر في ظل الأوضاع الراهنة في العراق، حيث أكد المشاركون ضرورة تعزيز سيادة العراق لتحقيق الأمن في المنطقة. نتوقف مع قمة بغداد للتعاون والشراكة المنعقدة بالأردن الشقيقة، مشاركة مصرية فعالة بالتأكيد وكثير من اللقاءات. يعني كانت هذه القمة فرصة ذهبية للتواصل بشكل أكبر وأرضيات مشتركة بالتأكيد بين قادة الدول المعنية، سواء كانت الدول العربية أو على المستوى الثلاثي أو المستوى متعدد الأطراف، من خلال أيضا مشاركة لدول غربية ودول في المنطقة، يعني يعاول أن هي تؤتي بإذن الله بالثمار المرجوة في وقت مليء بالتحديات. معكم في هذا اللقاء الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أهلا بحضرتك. أهلا فندم، أهلا وسهلا. لو توقفنا مع ما تنطوي عليه هذه القمة من أهمية، يعني هذه النسخة الثانية لهذه القمة، كان في قمة بغداد 1 في أغسطس من العام الماضي 2021، وبالتأكيد هناك تحديات مضافة وهناك قواسم مشتركة وموضوعات دوما بتكون هي محل الاهتمام المشترك بين هذه الدول. يعني كيف تنظرون إلى الأفق الأرحب للعلاقات التي تجمع الدول الثلاث أو مختلف الدول المشاركة بفعالية في هذه القمة؟ طبعا هو القمة النهاردة مهمة جدا في ظل التحديات، سواء على المستوى الإقليمي العربي أو المستوى الإقليمي العربي الأفريقي أو على المستوى العالمي. طبعا الأمر من فترة، يمكن من 2019 و2018، وكان انطرح هذه الفكرة أو هذا التجمع، وكان في يعني مقابلات ولقاءات سواء في
ما كان في عمان أو هنا في مصر أو كان في حتى على هامش الاجتماعات الجماعية العمومية للأمم المتحدة. هذه القمة أو هذا التوجه بين مصر والعراق والأردن هو محاولة لحفظ المنطقة العربية في ظل التحولات القاسية والحاسمة اللي بتحدث الآن في العالم ولمواجهة التغلغل الإيراني في كثير من المناطق، يعني إنقاذ العراق من البراسن الهيمنة الإيرانية اللي أدت إلى يعني شبه انهيار في العراق التام، محاولة استخدام العراق كجسر انها تصل الى حلفائها على البحر الابيض سواء شرق المتوسط سواء في سوريا او في لبنان، التأثيرات الابعد اللي هي في العراق في 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 اليمن وما تمثل اليمن، تعرف حضرتك باب المندب والأردن ومصر، فيعني التغلغل الإيراني والدور التخريبي اللي بتقوم به إيران في المنطقة ده جزء من مواجهته. فكرة الشام الجديد أو الهلال السني، يعني وأنا بميل للفظ الهلال السني أكثر من فكرة الشام الجديد يعني. نعم. وواضح انه العالم في ظل التحولات الحالية يعني هذا الهلال او هذا التجمع هو جزء او يعني سبب من اسباب التوازن في المنطقة ومن ثم في العالم، يعني من الضروري ان احنا نفهم ان الدول الكبرى يعني لن تسمح او لن او بتحاول الحفاظ على استقرار المنطقه، من الضروري ان نفهم دي نقطه مهمه جدا. هل مش من فراغ ان هم بيوصفوا هذا المؤتمر بان هو فرصه ذهبيه من ذات المنطلق اللي حضرتك بتتكلم منه، بمعنى ايران داخله في غمار يعني الحاضرين لهذه القمه اللي بنتكلم عن يعني المهم تكون مواقفها يعني اكثر توازنا يعني واكثر تفهما للمصالح المشتركه، تركيا حاضره، بعض الدول الغربيه حاضره، نحن ازاء قمه على المستوى الثلاثي وكان هناك قمه ايضا على المستوى بيشمل يعني اتسعت لتشمل الكويت وفرنسا، ازاي كل هذه المحاور يعني ممكن ان تشكل نقاط انطلاق تحوي مفردات جديده ربما كانت غائبه في السابق في التعاطي مع تحدياتنا العربيه والاقليميه والدوليه. شوفي حضرتك، هي المنطقه جغرافيا وتاريخيا هي المنطقه العربيه اما انها بتكون جزء من المشكله في العالم او جزء من حل المشكله. وتعاظم ده بعد ظهور النفط ويعني منذ منتصف او الثلث الاول في القرن العشرين. الان المنطقه العربيه هي جزء من الحل او استقرار في العالم او تصاعد المشكله في العالم، لان بما فيها من امكانيات سواء من في الطاقه سواء من النفط او من الغاز، وده مهم جدا مع وجود الحرب الاوكرانيه والتوقع بامتداد الحرب الاوكرانيه الروسيه بامتدادها او توسعها خارج حدودها كمان يعني ممكن يعني انا تقديري الشخصي انه الحرب ستنطلق من اوكرانيا الى باقي اوروبا، وقد يكون فيما هو أسوأ من ذلك بكثير اذا انطلقت شراره سواء في بحر الصين الجنوبي او في المنطقه العربيه، لان المنطقه العربيه هي بمثابه جزء من المخاضات في العالم او احدى المخاضات في العالم اللي ممكن تحصل منها مشكله كبرى. التوافق او شبه التوافق الدولي اللي بيحصل دلوقتي على هذه القمه تحديدا هو جزء من محاوله حصار المشكله او منع
الشرار أنها تنطلق من هذه المنطقة، والحفاظ على الاستقرار فيها لصالح إمداد أوروبا بالطاقة سواء النفط أو الغاز، لأنه في من ضمن أهداف هذه القمة أو هذا الثلاثي أو الهلال السني أنه يبقى التكامل بين الثلاث دول الأردن ومصر كتحديدا هي عصر المسألة والعراق، أن العراق عندها النفط ومصر عندها الخبرات والشركات والإدارة والقدرة حتى على تكرير البترول، فيطلع خط نفط من البصرة من العراق يمر عبر الأردن. تحرك لو تسمحي، أنا عايزة كمان أبقى مع فكرة التكامل والانطلاق من نقطة المصالح المشتركة وغيرها من المحاور المهم جدا زي ما بنقول تكون حاضرة بقوة، ويمكن الإرادة السياسية للقادة جميعهم اللي حاضرين في هذه القمة قد تكون اختلفت عن فترة سابقة. نرجع ذلك قليلا لبعد متابعة موجز أخبار الساعة بصحبة الزميلة نجلاء الجعفري، ونعود لحضراتكم من جديد في هذا الوقفة الحوارية وفي برنامجنا من القاهرة. نبقى مع قمة بغداد للتعاون والشراكة، والحديث بالتأكيد يتواصل مع أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك عندي من جديد. أهلا وسهلا. دورية انعقاد القمة هي مسألة أيضا مهمة جدا بالنظر إلى الاستباقية في مواجهة أي تحديات، وفي نفس الوقت الاستثنائية في هذه المرحلة بالنسبة لمنطقتنا العربية وبالنسبة لأزمات تفجرت في الأونة الأخيرة، بعضها مرتبط بالكورونا، البعض الآخر مرتبط باللي حضرتك تفضلت بيه في وقت سابق من أصداء الأزمة الروسية الأوكرانية، اختلافات جذرية في توازنات القوة نرتقبها في الفترة القريبة القادمة. رؤية حضرتك. شوفي، هو اللقاءات أنا مش شايف أنها الاستثنائية، مش شايف أنها استثنائية، بل هي ضرورية وواجبة، لأنه إحنا محيط المنطقة، يعني دائما العراق كان من أهم الدول العربية ولازال طبعا يعني، ودوره دور محوري جيد ومهم. والعراق الحقيقة تعرض للفترة الأخيرة من 2003 إلى الآن إلى محاولة إنهاك وإسقاط وإفشال كبير جدا، ده بتقوم به الحكومة الإيرانية أو الدولة الإيرانية. الانتهاكات اللي حصلت في العراق والاستباحة اللي حصلت في العراق، وده أثر على الكيان العربي، قوة العرب بشكل عام، لأن العرب يعني العراق قوة قوة قوة، سواء قوة عسكرية كانت أو قوة اقتصادية أو قوة معنوية واسم كبير. فكان محاولة استعادة العراق أو استعادة دور العراق مهم جدا. الأردن ومصر والعراق هما يعني ثلاث نقاط ارتكاز في القضايا العربية الأساسية، خصوصا القضية الفلسطينية. نعرف طبعا الدور التاريخي لمصر والأردن في القضية الفلسطينية والعراق في بعض الفترات. الآن الحركة الإيرانية في المنطقة محصرة أغلب الدول العربية، سواء من وجودها في سوريا اللي انهك الجسد السوري والشعب السوري، وجودها في الـ في الـ في اليمن، وجودها في لبنان، والازمات اللي نتجت عنها، كل ده جزء من الحصار سواء لمصر او للعراق. والعراق طبعا يعني تأذى كثيرا من هذا الوجود الايراني. الوجود الإيراني موجود كمان في عدد من دول أفريقية، وفي السودان وفي الصومال وفي خط جنوب الصحراء وفي ليبيا. يعني كل ده محاولة إنهاك العالم العربي وخصوصا الدول السنية، أو يعني العالم العربي كله سني، لكن القوى السنية الرئيسية. المقاربات المصرية بيجدر التوقف عندها كثيرا يعني في مثل هذه المنتديات، خاصة لما تكون ذات صبغة عربية. حضرتك كيف يعني تتابع وتقرأ ما أفاد به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرز ما تتوقف عنده من دلالة؟
في أكثر يعني من نقطة. محاولة الدعم، محاولة تقديم مصر للدعم للعراق، يعني محاولة انتشال العراق من الأزمات اللي هو فيها. أنت شوفي العراق يعني الناتج القومي 180 مليار دولار، ورغم ذلك في 8 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفي 17% من العراقيين عاطلين عن العمل. حتى في مؤشر التنمية البشرية العراق 160 من 179، يعني من أسوأ 60 دولة، وكذلك في مؤشر الفساد. فالعراق يعني يحتاج إلى قوة حقيقية تنتشله، ويعني ومصر طبعا الحقيقه يعني عندنا القدره على مكافحه الفساد، عندنا الخبرات، عندنا الخبرات في اعاده الاعمار، وهو ده الـ 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 يعني ما هو تم الاتفاق عليه، يعني او من بنود الاتفاق مساهمه مصر في اعاده الاعمار مقابل النفط. حركه النفط العراقي من البصره حتى اوروبا عبر مصر، وقد يتكرر ان مصر عندنا فائض تكرير، فائض قدره على التقرير، على تكرير البترول. الاردن بتمر بازمات، يعني اذا انتظم الامر في العراق وتم تحييد كل القوى الاقليميه والايادي الداخليه العابسه في الميزانيه العراقيه وفي الشأن العراقي الداخلي، يمكن للعراق أن يستعيد مجده السياسي والاقتصادي، على الأقل الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة، ويمكن أن يسهم في استقرار المنطقة. احنا ازاي ممكن استثمار التحسن النسبي، وبحرص على توصيفه بالنسبي، اللي حصل في العراق في الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد بالاستقرار، وإن كانت لم تصل إلى ما نصبوا إليه من عودة حقيقية إلى محيطها الإقليمي والدولي، والتغلب على شأفة الإرهاب بنسبة 100%، كيف يمكن زي ما حضرتك بتتكلم الاسترشاد بالتجربة المصرية؟ لأن مصر طبعا حققت باع كبير، يعني هي نموذج يحتذى به سواء في مواجهة الإرهاب أو في المضي قدما في المشروعات التنموية والعمل على الجبهتين في آن واحد. هو ده بلغة المصالح حاليا احنا هنستفيد من العراق، احنا عندنا الإيد العاملة الكثيرة والمهنية والمحترفة والمدربة، عندنا الإدارات الكوادر الإدارية التي تدير بشكل جيد، عندنا دلوقتي ما تم إنجازه في مصر في هذه الأونة خصوصا في قطاع الطرق والمحاور والكباري، هذه الخبرات اللي رفعت مؤشر مصر ومؤشر الخبرات المصرية إلى أعلى مستوى في العالم دلوقتي. العراق محتاجة هذه الخبرات وهذه الأفكار، وإحنا محتاجين فلوس، وإحنا محتاجين يعني ما يدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر. الأردن عندها أزمة، الأردن لسه يمكن الشاحنات لما رفعوا سعر البترول في الأردن في هياج كبير، وشاحنات توقفت، والحاويات في ميناء العقبة وقفت. الأردن يعني يمكن فتحوا امبارح بالضغوط على سائق الشاحنات وأصحاب الشاحنات، لكن الأردن عندها أزمة اقتصادية. العراق يمكن أن يسهم في تقليل آثار السلبية، الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية سواء في مصر أو في الأردن. مفيش بلد بمنع أن يكون عندها أزمة اقتصادية دلوقتي. طبعا بس يمكن المسألة يمكن بتختلف في حدتها. لا هو كمان تختلف في حدتها، يمكن برضو إحنا إلى حد ما أقل الدول يعني الأزمة الاقتصادية عندنا، إحنا بنضج من الغلاء وكذا، لكن بالذات في جزئية الطاقة أفتكر، يعني يمكن هو إحنا كمان يعني هي العالم محتاج للطاقة، احنا بقى عندنا الغاز وعندنا فرصة ان احنا توريد الغاز. صحيح. توريد النفط العراقي عبر المواني المصرية وعبر الخطوط المصرية، وعندنا فائض قدرة على التكرير البترول العراقي، وده هيتضح الفترة القادمة مع دخول الشتاء بشكل جدي، واحنا بدأناه النهاردة في أوروبا، وأزمة الطاقة. احنا في فيينا مثلا في أحياء بتأخد الكهرباء بالتناوب، بدأوا شفتي باريس في فرنسا بدأوا يعملوا
كميات هائله من الشموع والاخشاب عشان استخدامها في التدفئه. الازمه دي جزئيا تحل من خلال هذا الاتفاق، يعني هذا الاتفاق او هذا التكتل الشام الجديد او الهلال السني، اعتقد ان هو جانب، يعني هو له جوانب متعدده، مكافحه الارهاب، ولا زال العراق يضج من الارهاب، وفي بدا ينتعش تاني تنظيم داعش بدا ينتعش في العراق بعمليات نوعيه مؤخرا. فمحاربه الارهاب مهم، وبدا وفي الاردن احنا شفنا عمليه الجلابيه صح لداعش في سوريا والعراق مؤخرا، ولا زال. واعتقد انه في ظل الازمات، محاوله التوازنات اللي بتحصل في العالم كله والملفات المتغيرة والمتشابكة والمعقدة، أعتقد أنها يحصل، أنا في تقديري أنه في الفترة القادمة ستنطلق شرارة من هذه المنطقة. ده يخلينا نتساءل الجديد في هذه القمة، يعني للمتابع أستاذ أيمن، عمان والبحرين، تواجد عمان والبحرين، الكيانات الأوروبية أيضا حاضرة بشكل ربما أكثر فعالية، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالضبط. يعني هو طبعا، ما هو انا بقول لحضرتك انه احنا المنطقه العربيه جزء من الازمه في العالم، او جزء من حل الازمه. واحنا شفنا، احنا يعني انا دايما كنت بقول ان احنا من مرحله، من فتره 2010 الى 2020 كنا في مرحله عذاب النار، من 2020 دخلنا مرحله بئس المصير، ليس في مصر وفي العالم العربي فقط، ولكن في العالم كله. التحولات التي تحدث في العالم، احنا الفترة الزمنية اللي احنا فيها مخاضة، يعني هتكون 2023 و2024 و2025 هي المخاضة الزمنية التي ستنتج عنها التغيرات المزلزلة والحاسمة في العالم. المنطقة العربية جزء من هذه الأزمة وجزء من حل هذه الأزمة. نشوفي ماكرون لما يحضر الرئيس الفرنسي هذه القمة، ده محاولة استعادة الوجود أو محاولة التمكن من الوجود في المنطقة العربية للحصول على أكبر قدر من الامتيازات. ويمكن ده بنربطه بحاجات كتير حصلت الفترة اللي فاتت وهتحصل الفترة اللي جاية، تقارب صيني مع إفريقيا، توجه أمريكي مختلف تجاه القارة السمراء، فرنسا يعني حضورها الحقيقة لافت، وكتير من المتابعين بيشوفوا أن هي يعني بتلعب بذكاء في هذه المرحلة لتعزيز علاقاتها، وان هي تخلق والله بشكل اشكال محور عربي فرنسي. هو فرنسا ما بتلعبش بذكاء، بالعكس فرنسا يعني الحقيقة ارتكبت اخطاء سياسية كبيرة جدا في افريقيا، بتحاول تتداركها دلوقتي يا استاذ. طبعا بدأت تطرد من افريقيا، طردت رسميا من مالي، وفي كلام دلوقتي وحديث حوالين طردها من بوركينا فاسو. النيجر عندها المصنع أريفا اللي بيمد فرنسا ب 40% من الطاقة، في حديث على انه في مناهضة للوجود الفرنسي في النيجر، ده في مقابل الترحيب الأفريقي بالروس. الروس موجودين، دخلوا سواء بشكل رسمي في مالي محل الوجود الفرنسي، دخلوا بمعدات عسكرية وبتعاون عسكري رسمي، ودخلوا بشركة فاجنر، وهم موجودين في بنجي في أفريقيا الوسطى بشكل رسمي وبرضو بشكل شبه عسكري أو شبه ميليشياوي، وفي دول أخرى موجودين. ففرنسا ارتكبت أخطاء في العشرية الماضية، العشر سنوات الأخيرة، أدت إلى طردها وعدم قبول وجودها في أفريقيا، فلجأت إلى المنطقة البديلة أو المنطقة الموازية اللي هي المنطقة العربية. وفرنسا عندها نفوذ، يعني نقدر نقول شبه نفوذ ثقافي في المنطقة، وعلاقات ثقافية واقتصادية في المنطقة، فبتحاول إنها تستمد عودة، قدرة على العودة مرة أخرى لأفريقيا عبر بوابة مصر من خلال هذا المنتدى، المؤتمر الثلاثي أو مشروع الشام الجديد أو الهلال السني، لأن ده هيضمن لفرنسا على الأقل يعني مرحليا جزء من إمدادات الطاقة. المسألة أنه الفترة اللي احنا فيها ده، شوف حضرتك أنت ذكرتي حاجة مهمة جدا، اللي هو المؤتمر الأمريكي
الأفريقي اللي اتعمل مؤخرا، وقبله كان المؤتمر الصيني العربي واللقاءات اللي كانت في السعودية، ومحاولة التقارب الروسي مع كثير من الدول العربية. شوف النهاردة بتنشط المركز الثقافي الروسي، بينشط في القاهرة بشكل أكبر مما كان عليه، وده له دلالات. ده له دلالات كثيرة، يعني يا ريت تسنح الفرصة إن شاء الله في القريب نتكلم عنها. هي في النهاية دليل إن رياح التغيير حتى وإن كانت تأتي تدريجيا سريعا جدا في 10 ثواني. الفترة اللي احنا فيها تشبه مرحلة التكالب الاستعماري على أفريقيا وعلى العالم العربي اللي انتهت بعقد مؤتمر برلين من نوفمبر 1884 إلى فبراير 1885، وتم تقسيم القارة الأفريقية والوطن العربي تقسيم لصوص وقطاع طرق على الدول الأوروبية. هذا ما يحدث الآن. العالم العربي حاليا عنده القدرة على المساومة مصلحة بمصلحة، وأعتقد أن ده اللي بيتم حاليا في، ويمكن ده اسمح لي أختتم بهذا التوصيف للمشهد العالمي الراهن، وبشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا. نبقى معكم مشاهدينا الكرام في من القاهرة، وقادمنا عن دور الحقيقة البرامج ذات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في آن واحد، ويعني مظهر مشرق جدا لها هو تكافل وكرامة، والمزيد من التفاصيل حول هذا العنوان في وقفتنا الحوارية القادمة. كونوا معنا في من القاهرة.